صوته. اه بس اقفل الكاميرا، اقفل الكاميرا بتاعتك. ايه بالهم بقى كله؟ كله بيتم لوحده. تمام. سامعين الصوت يا شباب؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ها السلام. تمام، كل سنة وانتم طيبين، وحشني ربنا معاكم الأيام الجاية دي. النهاردة هنبدأ أول two lesson in algebra solving two equation in two variable from first degree. إحنا متعودين دايما كنا بنحل equation واحدة، دلوقتي هنحل اتنين equation مع بعض، والاتنين equation كل equation فيها two variable، يعني فيها حرفين موجودين معايا الاكس والواي. طيب اول طريقه هناخدها جرافيكلي. يعني ايه جرافيكلي؟ هنبدا نتعامل بالجراف ونشوف ايه اللي هيحصل في الجراف معانا. هنيجي نعمل دروينج للتو ستريت لاينز اللي موجودين معانا. هيحصل حاله من ثلاث حالات. اول حاله زي اللي موجوده قدامنا دي، دول بنقول عليهم انترسكتنج، والانترسكتنج دول هنشوف البوينت اللي بيعملوا فيها انترسكتنج، هنجيب الاكس وبعدين نجيب الواي بتوعها، ودي هتبقى السوليوشن ست. طيب تعالوا نشوف تاني كيس عندنا. تاني كيس عندنا هيبقوا كونسيدنت. يعني ايه كونسيدنت؟ يعني لما هنيجي نرسم التو ستريت لاينز هيطلعوا الاثنين فوق بعض، فبيبانوا لعنينا ان هم ستريت لاين واحد. وفي الكيس دي يا شباب بنقول عليهم there is an infinite number of solution، ليها حلول كتيره جدا 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 لدرجه ان انا ما اقدرش اعدها. تعالوا نشوف الكيس نمبر 3. لما هنيجي نعمل الدروينج برضو هيحصل ان التو ستريت لاين هيطلعوا بارلل زي ال1 وال2، يبقى هنا there is no solution، والسوليوشن سيت اوف بيبقى 5، والنمبر اوف سوليوشن بيطلع 0. تعالوا نشوف اول اكزامبل موجود معانا. if L1 equal 2x minus y equal 5، ده الستريت لاين الاولاني، x plus 3y plus 1 equal 0. ازاي نيجي نعمل الجراف؟ اول حاجه باجي امسك الايكويشن بتاعتي واخلي يا اما الاكس في سايد لوحدها او الواي. هل بمزاجنا؟ طبعا بمزاجنا، بس يا شباب احنا بنشتغل حسب السؤال. زي ايه؟ هنا 2x minus y equal 5، كده السهل بالنسبه لنا هنخلي الواي هي اللي في سايد لوحدها، فالنيجاتيف واي دي هتروح الناحيه الثانيه تبقى بوزيتيف بقت واي، والفايف هتيجي مكانها، فبقى شكل الايكويشن بتاعتي واي ايكوال 2 اكس ماينس 5. هنيجي نختار 3 فاريبلز للاكس، هنختارهم 1 و2 و3. حد تاني اختار نيجاتيف 1 و0 1، مفيش مشكله. واحد اختار 0 1 2 برضه مفيش مشكله. النمبرز هنا اللي انا بختارها براحتي، اللي عايز يختار اي نمبرز، بس دايما احنا بنختار النمبرز اللي في نص الكوردينيتس عشان ما تطلعليش ارقام كبيره تضايقني وانا بعمل الجراف بتاعها. طيب تعالوا نشوف، نشيل الاكس ونحط مكانها 1، فبقت الايكويشن بتاعتي 2 باي 1 ايكوال 2 ماينس 5، هتطلع نيجاتيف 3 ونكتبها تحتيه. تاني مره 2 باي 2 4، 4 minus 5 هتبقى negative 1. تالت واحدة 2 by 3 6، 6 minus 5 هتبقى 1. واجي ارسم الستريت لاين الاولاني 1 and negative 3، ادي 1 وننزل من عنده للنيجاتيف 3، 2 and negative 1، ادي 2 وهننزل للنيجاتيف 1، اخر واحدة فيهم 3 and 1 هتبقى 3 and 1. يبقى ده كده الستريت لاين الاولاني اللي هو ال1. طيب نفس الطريقة عندنا x plus 3y plus 1 equal 0، هنخلي هنا الـ x لوحدها عشان الـ x مش معاها coefficient، مفيش رقم مكتوب جنبها، فهتبقى الـ x equal positive 3y، هروح السايد التاني يبقى negative 3y، positive 1 هتروح السايد التاني تبقى minus 1، يبقى x equal negative 3y minus 1. برضو هنشيل المرة دي الـ y ونحط مكانها 1 و 0 و2، يبقى هنا نيجاتيف 3 باي 0 تبقى 0 ماينس 1 هتديني نيجاتيف 1، نيجاتيف 3 باي 1 نيجاتيف 3 ماينس 1 هتبقى نيجاتيف 4،
نيجاتيف 3 باي نيجاتيف 2 هتبقى نيجاتيف 6 ماينس 1 هتبقى 5. نيجي برضو نعمل الجراف بتاعها. هنلاحظ هنا ان التو ستريت لاين عملوا انترسكشن، يعني اتقابلوا في بوينت واحده. ايه البوينت دي؟ بجيبها ازاي؟ بطلع لغايه الاكس اكسس واشوف هي عند نمبر كام، هنلاحظ هنا عند ال2، وبعدين بروح للواي اكسس من عند الانترسكشن بوينت هنلاقيها نيجاتيف 1. يبقى السوليوشن سيت بتاعنا هيبقى 2 اند نيجاتيف 1. تاني بطلع عند الانترسكشن بوينت كلنا شايفينها هنا تمام، واطلع من عندها للاكس اكسس او انزل حسب الانترسكشن بوينت فين، وبعد كده نروح للواي اكسس هنشوف النمبر بتاعها كام. تمام، يبقى السوليوشن سيت 2 اند نيجاتيف 1، ودي كده ليها سوليوشن سيت واحد بوينت واحده، يعني دول مش حاجتين منفصلتين، دي بوينت يعني سوليوشن سيت واحد. طيب تعالوا نشوف الكيس نمبر 2، y equal 2x minus 4، ونلاحظ هنا ان الواي موجوده في سايد لوحدها، فالايكويشن دي كده جاهزه للشغل. نشيل الاكس ونحط مكانها 0، يبقى 2 باي 0 equal 0 minus 4 هتطلع negative 4. بعد كده 2 باي 1 equal 2 minus 4 هتبقى negative 2. اخر واحده فيهم 2 باي negative 1 هتبقى negative 2 minus 4 هتبقى negative 6. تمام، ونيجي نرسم الستريت لاين الاولاني. نيجي للايكويشن الثانيه، هو هنا خلى الاكس لوحدها عادي جدا ما تخضش، هنعمل divided 4 للايكويشنز كلها، هيبقى الاكس equal 2y plus 8 over 4. نعمل simplify، 2 divided 4 هتبقى half of y، هنا في 8 divided 4 هتبقى 2. ممكن اسهل لنفسي لما اجي اختار النمبرز بتاعت الواي اختار الايفن نمبر. يعني ايه الايفن نمبر؟ اللي هم 0 2 4 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 4. طيب اشمعنى انا اخترت دول؟ طبعا احنا عارفين كلكم ان الماث هيخليكم سمارت باذن الله يعني، وان ده صعب بس شغال مفيش مشكله. هنيجي هنا عشان دي ديفيزبل باي 2 او هاف، فانا هختار الايفن نمبر. هاف باي 0 0 بلس 2 هتديني 2. هاف باي 2 ايكوال 1 بلس 2 هتبقى 3. هاف باي نيجاتيف 2 هتبقى نيجاتيف 1 بلس 2 هتبقى ايكوال 1. نيجي نرسمهم، هنلاحظ ان دول بقوا كونسيدنت، نفس الرسمه نفس الستريت لاين. واحنا قلنا القصه دي لما يطلعوا كونسيدنت بيبقى هاف انفاينايت نمبر اوف سوليوشن، ليهم سوليوشن كتير جدا 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 انا ما اقدرش اعدهم. ايه السوليوشن دول؟ اي بوينت اللي التو ستريت لاين اتقابلوا فيهم ده سوليوشن ست. يعني مثلا 0 ونيجاتيف 4 ده سوليوشن ست، 1 ونيجاتيف 2 ده سوليوشن ست ليها، نيجاتيف 1 نيجاتيف 6 2 0 تمام، 3 2 برافو عليكم، 1 اند نيجاتيف 2 تمام. يبقى دول ليهم سوليوشن سيتس كتيره جدا 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 لدرجه ان انا ما اقدرش اعدها. طب ازاي بقى المشكله الجايه؟ اكتب الكلام ده ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. بقول له ان السوليوشن سيت هنا اكس اند واي، اي اوردر بير اسمه اكس وواي بشرط. ايه الشرط ده بقى؟ واي ايكوال تو اكس ماينس 4. الله، جبنا دي منين؟ قال لي بنختار اي ايكويشنز من اللي هو مديهم لي في السؤال. طبعا بنقل اللي شكلها سيمبل شويه، فاخترنا y equal 2x minus 4. طب واحد ذكي زياده قال لي طب انا مختار الثانيه يا مستر، مفيش مشكله لان الاثنين ايكويشنز بالنسبه لنا حاجه واحده. وبعد كده بقول له الشرط الثاني ان x and y دي belong to r power 2. ايه r power 2؟ احنا عارفين ان r دي الريال نمبر، وعشان انا هنا بختار 2 نمبرز فبقول له r power 2. تمام يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف الاكزامبل اللي بعديه. اكزامبل نمبر 3 بيقول لنا y equal 2x minus 2 تمام، والستريت لاين تاني 2y minus 4x minus 2 equal 0. زي ما اتفقنا بخلي يا اما x لوحدها او y لوحدها. هنا هي الايكويشن بتاعتنا جاهزه، خلاص برافو عليكم كلكم اشطر مني دلوقتي. يبقى هنشيل الx ونحط مكانها 2 و1 و0 ونبدا نحسب 2 باي 2 4 تمام ماينس 2 هتبقى ايكوال 2. يبقى اول اوردر دبير عندنا 2 اند 2. تاني مره 2 باي 1 2 ماينس 2 يعني 2 ماينس 2 هتبقى 0. تالت واحده 2 باي 0 0 ماينس 2 هتبقى نيجاتيف 2. نيجي نرسم الستريت لاين دون. اول بوينت عندنا 2 اند 2 ادي 2 ونطلع لل 2 واعمل العلامه بتاعتي. 1 اند 0 طالما 1 والسكند بروجيكشن ليها 0 يبقى دي على الاكس اكسس،
اخر حاجه 0 عند نيجاتيف 2 ادي 0، وهننزل من عندها للنيجاتيف 2، يبقى ده الستريت لاين الثاني. نيجي بعد كده الايكويشن الثانيه 2y minus 4x minus 2 equals 0، هنا هنخلي الواي لوحدها، هنودي ال 4x والنيجاتيف 2 الناحيه الثانيه، تمام، ونعمل لهم ديفايدد 2، يبقى 2 ديفايدد 2 بقت الواي، 4x ديفايدد 2 بقت 2x، وهنا عندنا 2 ديفايدد 2 بقت equal 1. يبقى الايكويشن y equal 2x plus 1، تمام. نبدا بقى نعمل السبستيتيوشن، نشيل x ونحط مكانها 0 و1 ونيجاتيف 1، تمام. نبدا نحسب 2 باي 0 0، 0 بلس 1 هتبقى ايكوال 1، تمام. 2 باي 1 2 بلس 1 هتبقى 3، 2 باي نيجاتيف 1 هتبقى نيجاتيف 2 بلس 1 هتبقى نيجاتيف 1. نيجي برضو نرسم ال 3 بوينت اللي موجودين عندنا، 0 اند 1، خلي بالي عشان انتوا بتتلخبطوا بين 1 و 0 و 0 اند 1، لو انتوا فاكرين من الفيرست تيرم 0 اند 1 دي على الواي اكسس، فهنقف عند 0 واطلع عند ال 1 واعمل العلامه بتاعتي، هتبقى البوينت هنا. 1 اند 3 ادي 1، ومن عندها نطلع لل 3 ادي السكند بوينت. نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 ادي النيجاتيف 1 اهي، وننزل عندها للنيجاتيف تحت. ايوه نعمل ماتشنج ليهم، نلاحظ ان التو ستريت لاين ار ايه؟ بارلل. مالهم؟ بارلل. يعني ايه بارلل؟ يعني مش هيلمسوا بعض، حتى لو قابلوا بعض بعد كده يبقى هنا مفيش انترسكشن بوينت، يبقى السوليوشن سيت عندنا ايكوال 5، والنمبر اوف سوليوشن عشان لو جه سالنا هتبقى ايه؟ 0. ننقل على البارت الثاني عندنا، ازاي نحل ده الجبريكالي؟ تمام. أول حاجة عندنا حاجة اسمها substituting method. substituting method دي إيه الفكرة بتاعتها؟ قال لي نفس الفكرة اللي إحنا قلناها من شوية، أخلي الـ x لوحدها أو y لوحدها وأعمل substitution في الـ equation التانية. طيب تعال نشوف أول example. find by using the substituting method the solution set of the following equation 2x minus y equal 5 x plus 3y equal plus 1 equal 0. نبدا اول حاجه عندنا، هنا عندنا نيجاتيف 2x minus y equal 5، هنخلي هنا الواي لوحدها. طب اشمعنى يا مستر؟ هو الواي دي رخمه مثلا؟ قال لي لا، احنا بنفكر يا شباب مع بعض، الاكس هنا معاها 2 والواي هنا الكوفيشنت 1 اللي احنا بنعتبره مش موجود، فهنا الاسهل لي اخلي الواي دي لوحدها، تمام. يبقى هنا اول ايكويشن عندنا 2y equal 2x minus 5. طيب نيجي للايكويشن الثانيه، هكتبها زي ما هي، ايه هي؟ عندنا x plus 3y plus 1 equal 0. هنشيل الواي دي ونقرطصها، يعني ايه قرطصها؟ تمام زي ما انتم فاكرين، برافو عليكم. هنعمل براكت مكانها، البراكت ده احط فيه الفاليو بتاعت الواي اللي انا وصلت لها اللي هي 2x minus 5. يبقى الايكويشن هيبقى شكلها عامل ازاي؟ x بلس 3، وهنا دي الواي اللي كانت موجوده بقت 2x minus 5 بلس 1 equal 0. كده دي ايكويشن شكلها رخم، نحاول نبسطها واحده واحده، وخلي بالكم من التفاصيل دي عشان دي هي اللي بتلخبط. هنعمل ايه؟ ال 3 دي هنعمل لها ديستريبيوشن مره هنا ومره هنا، يعني هتبقى x تكتبها تاني زي ما هي، 3 by 2 هتبقى 6x، 3 by negative 5 هتبقى negative 15 بلس 1 ايكوال 0. نبدا نبسط تاني، اكس بلس 6 اكس بقت 7 اكس، تمام. نيجاتيف 15 بلس 1 بقت نيجاتيف 14، هنودي النيجاتيف 14 بالبلس الناحيه الثانيه، فبقت 6 اكس ايكوال 14، هنعمل ديفايدد لل 7 يبقى الاكس ايكوال 2. طبعا انا كده ما حليتهاش كلها، انا جبت الفاليو بتاعت الاكس، عايزين نجيب الواي. نرجع للايكويشن اللي احنا كنا مكونينها في الاول خالص اللي هي y equal 2x minus 5، تمام. يبقى هنا y equal 2، نشيل x ونحط مكانها الفاليو اللي احنا وصلنا لها اللي هي 2، فبقت 2 by 2 4، 4 minus 5 equal negative 1، تمام. يبقى ال y equal negative 1، برافو عليكم. يبقى السوليوشن سيت عندنا x ب 2 و y ب negative 1. ولو احنا افتكرنا دي اول ايكويشن احنا حليناها جرافيكلي، ولاحظ ان حليت جرافيكلي،
حليت الجبريكالي نفس السوليوشن سيت، مفيش فيه اي تغيير، يعني مش واحد حل بطريقه والتاني حل بطريقه يطلع اجابه تانية، لا نفس الانسر. تمام 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 تعالوا بقى نتكلم على قصه تانية برضو، نفس الايكويشن هنحلها بالاوميتنج ميثود. ايه الاوميتنج ميثود دي؟ الاوميتنج ميثود دي مقصود بيها الحذف. يعني ايه الحذف ده؟ يعني انا معايا التو ايكويشن، ركزوا بس في اللي احنا هنقوله، هم نفس التو ايكويشن اللي احنا بنشتغل عليهم. طيب هنعمل ايه؟ قال لي واحده واحده، انا كل ايكويشن فيها تو فيريبلز، فيها حرفين، عايز التو ايكويشن دول اضربهم في خلاط واحد مع بعض بحيث يطلعوا لي ايكويشن جديده غير اللي موجوده معايا ويبقى فيها حرف واحد. طيب اللعبه دي بتتم بناء على ايه؟ قال لي والله هي الفكره بسيطه جدا، يعني لو دو الاكس هنا مثلا، لو انا عايز اعمل اوميتنج للاكس او احذف الاكس، هنا دي 2x، اخلي الاكس الثانيه نيجاتيف 2x زيها بس بالساين مختلف. طيب لو انا عندي في الايكويشن دي 3y، نخلي الثانيه هنا ايه؟ ها؟ تمام، نيجاتيف 3ay، يبقى بخلي الكوفيشنت زي الثاني بس باختلاف الساين. طيب ده يتم ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض هيتم ازاي. اول حاجه بنرتب التو ايكويشن الترتيب اللي تفهمه الكالكوليتر. ايه الترتيب اللي بتفهمه الكالكوليتر؟ اكس وبعدين واي بعدين ايكوال وبعدين النمبر لوحده. الايكويشن الثانيه اكس بلس 3y ايكوال نيجاتيف 1، تمام كده؟ طيب نبدا بقى نشتغل. لو انا مثلا عايز اكنسل الاكس، هعمل ايه؟ هاجي اغش من الايكويشن نفسها، دي 2x اخلي دي نيجاتيف 2x، اخليها نيجاتيف 2x. ازاي؟ هنيجي نقول له الايكويشن نمبر 2 باي نيجاتيف 2، وهتيجوا بالقلم الرصاص يا شباب تحت كل حاجه فيها في الايكويشن تعملها باي نيجاتيف 2، يعني x هتبقى باي نيجاتيف 2، 3y باي نيجاتيف 2، نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 2، ونبدا نعملهم بلس مع بعض. الايكويشن الاوليه هنكتبها تاني زي ما هي، زي ما انتم شايفين 2x minus y equal 5، اهي 2x minus 5 minus y equal 5. x by negative 2 هتبقى negative 2x. 3y by negative 2 هتبقى negative 6y. negative 1 by negative 2 هتبقى 2. وبعد كده نعمل adding للايكويشن. تعالوا 2x minus 2x هيكنسلوا بعض. negative y minus 6y هتبقى negative 7y. وهنا 5 بلس 2 هتبقى ايكوال 7. كده دي بقت ايكويشن جديده غير التو ايكويشن اللي انا كنت شغال معاهم، وفيها فيريبل واحد اللي هو الواي. يبقى هي دي فكره ايه الاوميتنج. طيب تعالوا نكمل ونجيب الواي. نيجاتيف 7 واي ايكوال 7، هنعمل ديفايدد النيجاتيف 7 يبقى الواي ايكوال نيجاتيف 1. نجيب بقى الاكس عندنا، يلا الاكس هنا احنا اتفقنا الواي ايكوال نيجاتيف 1، اكس بلس 3 اكس ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 1، اعمل سبستيتيوشن بالفاليو بتاعت الواي، فبقت اكس بلس 3 باي نيجاتيف 1 نيجاتيف 3. النيجاتيف 3 هتروح الناحيه الثانيه بالبلس، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 1 بلس 3، ومنها الاكس طلعت ب 2. يبقى السوليوشن سيت عندنا 2 اند نيجاتيف 1، ودي برضو نفس التو ايكويشن اللي احنا حليناهم. وبفكر تاني، حليتهم جرافيكلي زي حليتهم الجبريكالي، سواء اوميتنج او سبستيتيوشن، يبقى كلهم بالنسبه لنا حاجه ايه؟ واحده. حد عنده سؤال يا شباب؟ تمام. نيجي بقى نتكلم في بارت انتوا بتكرهوه من زمان. ايه البارت دون؟ لما نيجي نتكلم على حاجه مهمه عندنا جدا، الحاجه دي اللي هي ايه؟ الستوري بروبلم. ايه الستوري بروبلم دي؟ كنتوا انتوا بتكرهوها زمان وانتوا في ابتدائي. بيجيب لنا كلام، احنا هنحول الكلام ده لتو ايكويشنز ونبدا نحل الايكويشنز مع بعض باي طريقه انتوا تختاروها، بس طبعا احنا بنفضل الالجبريكلي عشان ما يحصلش معاكم مشكله. تعالوا نشوف اول اكسرسايز عندنا. The sum of two rational number is 4 and if the twice of the greater exceeds 3 times the smaller by 3. Find the two numbers. نقرا الايكويشن تاني.
The sum of two rational numbers is 14. If the twice of greater exceed the three times by smaller by three. تعالوا نشوف اللي هنعمل. هنيجي نقول له let يعني بنفترض ان ال greater number x الرقم الكبير فيهم x and the smaller number 1 by 4 تمام. Their sum 14 يعني ايه sum؟ يعني هنعملهم plus x plus y equal 14 ودي كده ال equation number 1. تعالوا نشوف الـ equation number 2 twice greater يعني الـ greater by 2 exceeds بيزيد 3 times smaller by 3 أكتر من الـ 3 times الـ smaller فبقت 2x minus 3y equal 3 هنعمل multiplying the two sides of equation 1 by 3 الـ equation الأولانية دي by 3 فx هنعملها by 3 تبقى 3x y by 3 تبقى 3y 14 by 3 هتبقى 42 ونعمل لها adding مع الايكويشن الثانيه 2x plus 3x بقت 5x negative 3y plus 3y هتبقى 0 3 by plus 42 هتبقى 45 نيجي بعد كده نطلع نلاقي نعمل divided 5 هنلاقي ان الاكس equal 9 تمام نيجي بعد كده هنعمل substituting في الايكويشن نمبر 1 عشان دي بسيطه سهله يبقى 9 plus y equal 14 ومنها ال y equal 5 هنيجي نقول له ان ال greater number is 9 وال smaller number is 5 تاني example عندنا the length of a rectangle exceeds by its width by 5 ال length بتاع ال rectangle أكبر من ال width by 5 and twice its length added to 3 times its width equal 45 find the length and the width of a rectangle. قلنا ال y equal x minus 5 وال 2 twice x يبقى 2x added يعني plus 2 3 times y equal 45. نبدأ نرتبهم الترتيب اللي احنا اتفقنا عليه ماشي وممكن نحلهم بالسبستيتيوتنج لان هنا ال y لوحده يبقى 2x plus 3 هنشيل ال y وحط الفاليو بتاعتها اللي هي x minus 5 equal 45 نعمل simplify added 2x كتبناها 3 by x 3x 3 by 5 15 minus 45 نبدأ نبسطها 5x minus 60 equal 0 5x equal 60 نعمل divided 5 يبقى x طلعت ب 12 by substituting in the equation number 1 يبقى هنا y equal 12 minus 5 يعني ال y equal 7 يبقى length of a rectangle 12 and width هيطلع 5 نيجي بقى للليسون اللي بعديها solving an equation of second degree in one unknown graphically and algebraically هنحل الايكويشن اللي فيها باور 2 ودي بيبقى فيها unknown واحد يعني فيها اكس بس أول حاجة هنتكلم عليها الجرافيكلي أول حاجة هنتكلم عليها الجرافيكلي الجرافيكلي دي بنعملها إزاي؟ هنيجي نعمل الكيرف بتاع الفيرست تير الكيرف بتاع الفيرست تير تمام كده وهيطلع حالة من ثلاثة أدي الكيرف لما رسمناه هنا عدى على الإكس أكسس في 2 بوينت ماشي يبقى دول السوليوشن سيت بتاعتنا هنا ال وهنا ام طبعا في الجراف هيجي لنا رسم نيجي لواحدة تانية الكيس نمبر 2 ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. Find graphically in R the solution set of the equation x power 2 minus 2x minus 3 equal 0 on the interval negative 2 equal 4. زي بعض نفتكر مع بعض ايه اللي كان بيحصل لنا تمام هنعمل مود تيبل ونكتبها ونطلع التيبل بتاعها. ماشي كتبناها وحسبناها في الكالكليتر يبقى الاكس هتطلع negative 2 and 5. negative 1 and 0 0 negative 3 1 negative 4 2 negative 3 3 0 4 and 5 طيب تعالوا نشوف لما نيجي نعمل الكيرف بتاعها ايه اللي هيظهر معانا تمام تمام ادي عملنا الكيرف شايفين هنا حصل intersection point عند اول بوينت هنا اللي هي negative 1 والبوينت الثانيه 3 عشان كده قلنا له the solution set هتطلع 3 and negative 1 تعالوا نشوف اللي بعديها. نيجاتيف اكس باور 2
ماينس 4x ماينس 4 ايكوال 0 برضه هنعملها. ده التيبل بتاعها x نيجاتيف 5 اند نيجاتيف 9 4 اند نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 اند نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 اند 0 تمام برافو عليكم 1 اند 9. هنعمل الكيرف بتاعها. هنلاحظ المره دي ان هي عملت تاتشنج مع الاكس اكسس ات 1 بوينت، لمست الاكس اكسس في بوينت واحده، يبقى هنا دي ايكوال نيجاتيف ايه 2 تمام. هنا فروم ذا جراف السوليوشن سيت هيطلع نيجاتيف 2. تعالوا نشوف الاكسامبل نمبر 3 اكس باور 2 بلس 2 نفس الفكره، هنعمل الجراف بتاعها نيجاتيف 3 و11 نيجاتيف 2 اند 6 تمام. نبدا بقى هنا نشوف لما عملنا الكيرف المره دي هنلاحظ انه ما لمس الاكس اكسس خالص في ولا بوينت، ما لمسهاش خالص تمام كده. يبقى هنا السوليوشن سيت هنقول له ايه 5. نيجي بقى لسهم جديد مهم من الدروس اللي هتكمل معانا كمان ان شاء الله في ثانوي باذن الله، عايزين نعرفه ازاي. دي واحده كمان بس هنا القصه يا شباب ان هي السوليوشن سيت هنا طلع دي سمك ماشي، فهنا ده هتطلع مثلا 2.4 هنا وهنا ده نيجاتيف 0.4 نفس الفكره مفيش حاجه جديده. عايزين بس نتكلم في الاسم اللي بعديها ذا جنرال رول او الجنرال فورمولا. ايه الفورمولا اللي احنا هنتعامل معاها؟ لو لازم اتاكد لازم اتاكد لازم اتاكد ان ال ax باور 2 بلس bx بلس c ايكوال 0، ده احنا بنسميه الزيرو فورم للايكويشن. يبقى قبل ما اشتغل لازم اتاكد ان الايكويشن في الزيرو فورم بتاعها، يعني ايه؟ يعني كلها في سايد ايكوال 0 تمام. باجي اطلع ثلاث حاجات، بطلع ال a وال b وال c. طب ايه هو ال a وايه هو ال b وايه هو ال c؟ ال a تمام اللي هو الكوفيشنت بتاع x باور 2، البي الكوفيشنت بتاع الاكس، السي اللي هو الابسوليوت فاليو اللي هو الرقم اللي لوحده. طيب بجيب الاكس ازاي؟ الرول بيقول لنا اكس ايكوال نيجاتيف بي بلس اور نيجاتيف سكوير روت بي باور 2 ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. طيب تعالوا نشوف ناخد عليها اكزامبل عشان نفهم القصه عامله ازاي. فايند ذا سوليوشن اوف ذا x باور 2 بلس 2x ماينس 6 ايكوال 0 تمام. دي الايكويشن بتاعت، هنيجي نطلع ال a وال b وال c. اول استبايه عندنا ال a ايكوال 1 ال b ايكوال 2 ال c ايكوال نيجاتيف 6 تمام كده. تعال نعمل دي الفورمولا بتاعتنا x ايكوال نيجاتيف b بلس اور ماينس سكوير روت b باور 2 ماينس 4 ac اوفر 2a، ودي لازم تتحفظ. هنشيل البي ونحط الفاليو اللي هي 2، فعشان كده بقت نيجاتيف 2 بلس اور ماينس بي باور 2 نيجاتيف 2 باور 2 ماينس 4 باي باي 4 باي 1 باي نيجاتيف 6 اوفر 2 باي 1. هنا نيجاتيف 2 مثل هو ال A B C جبناهم منين؟ ده الرول بتاعها يا عمر، ال A اللي هو X باور 2 مش في رقم قدامها يبقى ده 1، ال B ال X قدامها 2 شايفاها؟ السي هنا نيجاتيف 6 يا عمر تمام كده؟ يبقى انا بجيبهم من الايكويشن تمام. يبقى نيجاتيف 2 بلس اور ماينس روت 28 اوفر 2، هنحسب دي بالكالكليتر. السوليوشن سيت الاولاني 1.646، السوليوشن سيت الثاني نيجاتيف 3.6 اوفر 64. تعالوا نشوف نمبر 2. دي هنا الايكويشن شكلها غبي شويه، اكس 5x بلس 2 ايكوال 0، ودي عايزين نجيب السوليوشن بتاعها. طيب هنعمل ايه؟ لازم 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 تكون على الفورم ده، لازم تكون على الفورم ده. طيب ادي الايكويشن بتاعتنا x 5x بلس 2 ايكوال 4، هنعمل ديستريبيوشن x باي 5x هتبقى 5x باور 2، x باي 2 ايكوال 2x، وهنا ال 4 نوديها الناحيه الثانيه. يلا يا قمر عايزين نطلع الاي والبي والسي. الاي اللي هي هنا ال 5 اهو، البي اللي هي هنا ال 2، السي اللي هو الابسوليوت تيرم ده هيبقى نيجاتيف 4 تمام. يبقى بنطلع الاي والبي والسي، تاني باخد الكوفيشنت بتاعته، الفورمولا اللي احنا حفظناها اكس ايكوال نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف بي باور 2 ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي.
نبدأ نعمل substitution أو أشيل كل حاجة وأحط الفاليو بتاعتها. negative 2 عشان هنا الـ b 2 power 2 minus 4 by 5 by negative 4 اللي هم الـ b والc by الـ a والc sorry over 2 by 5. نبدأ نحسبها هيطلع root 21 هو قايل لي عليه 4.55 يبقى السوليوشن الأولاني 0.7186 السوليوشن الثاني negative 1.116 تمام. طبعا في طريقة أسهل إن احنا نعمل لها solving في الكالكوليتر اللي هو mode 53 أو mode 33 حسب نوع بدوس mode واختار EQN وبعدين 3 حسب نوع الكالكوليتر اللي موجودة معنا. تعالوا نشوف آخر example عشان ده فيه فكرة رخمة شوية. الإكويشن بتقول لنا هنا إيه 5 over x power 2 minus 4 over x equal minus 1. دي كده مش الشكل اللي احنا متعودين عليه. انا عايزها تبقى ax power 2 plus bx plus c. طيب نعمل ايه هنا في الشكل بتاعنا دون؟ اول حاجة عندي x power 2 موجودة في الدينومينيتور هعمل by x power 2 x power 5 over x power 2 by x power 2 هيكنسلوا بعض هيفضل لي 5 4 over x by x x power 2 هنكنسل منها الباور مع x هيفضل لي 4x negative 1 by x power 2 هتبقى negative x power 2. هنودي negative x power 2 دي ونرتبها هيبقى x power 2 minus 4x plus 5 equal 0. وهنا بقى نبدأ نطلع ال a وال b وال c يبقى ال a equal 1 ال b negative 4 ال c equal 5. نعمل substitution هنيجي نحسب هنا هنلاقي النيجاتيف 4 اندر روت واحنا متفقين ان ما عنديش روت للنيجاتيف عشان كده ده not belong to real number عشان كده solution set هيطلع 5. اللي عنده اي اسئله يبعت لنا على الجروب بتاعكم وانا هرد عليكم. بالتوفيق يا شباب.